نساء فلسطينيات من سوريا قدروا انه يواجهوا الاحتلال بأداة بسيطة كتير. شو هي هاي الأداة وشو حكايتهم؟ خلونا نشوف مع بعض. سلاحنا إبرتنا، تمكننا من خلالها من المحافظة على تراثنا الفلسطيني اللي هو رمز للبقاء والوجود والانتماء الفلسطيني. حربنا مع إسرائيل بالعقد الثامن وهالثوب عمره 3000 سنة. من العاصمة السورية دمشق ومن هالمكان تحديداً انطلق نادي فتيات فلسطين لنحافظ فيه على التراث والخطة الفلسطينية من السرقة والانتصار من قبل العدو الصهيوني. التراث الفلسطيني هو الموروث الشعبي من أجدادنا القدامى بمثابة بصمة الإصبع لإلنا نحن الفلسطينيين. لكل مدينة في فلسطين زيها الخاص فيها يعبر عن عاداتها وتقاليدها. تأسس النادي عام 1965 بمخيم اليرموك تحت رعاية منظمة التحرير الفلسطينية ليعرف العالم بالتراث الفلسطيني العريق.